حتى بنا فوق الأجر. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله غريب يا كربلاء ما خاب من تمسك بكم سيدي وأمن من لجأ إلى حسنكم. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم يا ليتنا كنا معكم. سادتي فنفوز فوزا عظيما. عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم قلب اليمين على الشمال وغاص في هاي الشجاعة الحيدرية. هاي ليلة باب الحوائج. أي والله ليلة أبي الفاضل ناس عندهم مرضى، ناس عندهم حوائج، ناس يطلبون ذرية بهالليلة بعد إن شاء الله ادعوا لهم. قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد للرؤوس ويحطم ما كر ذو بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم بطل تورث من أبيه شجاعة. يا عباس بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم لولا القضاء لمح الوجود بسيفه والله يقضي ما يشاء
ويحكم فهوايا بجنب العلقمي وليته للشاربين به يدأف العايا يا القمر فمشى لمصرعي الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم نادى وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لهولها تتألب مر بي حاد الضعن عباس مر بي هاي زينب سلام الله عليها لما حرك الضعن ظلت تنظرها لإخوتها أنا مربي مربي يا حاد الضعن عباس مربي أنا مالي قلب أمشي وخلني ونو ياي وياي ها وعتبي علي وقل الضعن يا هو الباري ضربوا زينب على متنها رفعت رأسها زينب خويا تبعتك على ريحة الخو وياها ويا زينبها أخوي وإجيت وياك أمانة عندك أنت كفيلي يا أبا الفاضلها أخوي أو تبعتك على ريحة الخوا وعفتني يا أخوي بقاع شلوايا حنات كل الناس لجل العيد حنيت وانا ضلوعي على الاخوان حنيت حنيت اش كثر زينب على العباس حنيت لما ماتت ونشبت هالمني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا صلى على محمد وآل محمد ذكرنا فيما سلف في الليلة الماضية يا إخواني على أن أسمى مقام وأكبر مقام وهو مقام القرب إلى الله سبحانه وتعالى إذا أردنا أن نقطع
فنصل إلى الله يجب أن نقطع 100 درجة، 100 سلم، صحيح حبيبي؟ 100 سلم، 100 درجة. هذه 100 درجة كل واحد من عندنا قاطع له مسافة منها. أكو بعض الناس مثلا 40 درجة رايح قريب إلى الله، أكو بعض الناس 30، هو لأنه الإيمان 40 درجة. هذا الإيمان 40 درجة، مولانا هو الإيمان درجات، هو الإيمان بنفسه حسب درجات للناس، تختلف الناس في درجاتهم إلى الله سبحانه وتعالى. إذا وصلت إلى درجة 100 كما ذكرنا، درجة 100 هي درجة القرب إلى الله تسمى درجة الرضوان. هاي الرضوان يا مقام، مقام الفلاح، هذا المقام يسمى مقام الفلاح وهو القرب إلى الله سبحانه وتعالى. زين، شلون نقدر نقطع هذه المسافة؟ نقطع هذه المسافة كل ما قطعنا أكثر يصير لنا اسم خاص. الاسم الأول المؤمنون، صح ولا لا؟ قلنا المؤمنون كم درجة لهم من 100؟ 40 درجة. 40 درجة لأنه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون. بعدين يفصلها صفاتهم، الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، اللي ذكرناها أمس. وكذلك ذكرنا أجر وثواب المؤمنين، وقلنا على أن المؤمنين الله يعطيهم أسورة سوار من ذهب لو فضة ذهب، اللي الآية بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عندهم إيمان، جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب. إذن عندهم أساور منين؟ من ذهب. قلنا 40 درجة. أعلى من المؤمنين، أعلى من المؤمنين درجة ومقام، شنو اسمه؟ عافية، بارك الله فيك، أولو الألباب. أولو الألباب أعلى من المؤمنين. زين، أولو الألباب عندهم صفات، قلنا صفاتهم في القرآن الكريم في سورة الرعد وفي سورة آل عمران كم صفة انطينا لهم؟ 11، عافية، 11 صفة، وانطينا أجرهم وثوابهم، أجرهم وثوابهم. الآن قبل لا أنا أكمل لك البارحة ما تكلمت بها، ترجع شوية إلى المؤمنين. المؤمنون شو يقول القرآن عنهم؟ من جملة ثوابهم، لأن هاي أحتاجها بالأخير في أمير المؤمنين سلام الله عليه، من جملة ثواب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، درجة المؤمنين، شوف بسم الله الرحمن الرحيم، وعد الله المؤمنين والمؤمنات. اسمعني عيوني، اسمعني، هذه مهمة بها إشارة جدا دقيقة. الآية الله شنو وعدهم؟ المؤمنين والمؤمنات، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. العاد يعني الإقامة المستمرة، طلع بعد ماكو. إذن المؤمنون الله شطيهم جنات عدن. زين، اسمع 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 اسمع، ورضوان من الله أكبر، تكملة الآية، يعني درجة الرضوان أكبر من جنة عدن، يعني هي الجنة شنو ولا أنا؟ هم درجات ولا حبيبي؟ جنة عدن للمؤمنين، بس درجة الرضوان ورضوان من الله أكبر للذين هم أكبر من المؤمنين. ما انتبهتوا أنتم؟ وياي لو مو ياي أنتم؟ إيش وشدوا حيلكم؟ زين، مولانا العزيز هاي درجة المؤمنين، هاي المؤمنون 40 درجة، الله شطيهم حسب الآية جنات عدن، هاي جنات عدن، عدن يعني الإقامة المستمرة، الله يعطيهم حور العين ويعطيهم ولدان مخلدون، يعطيهم أساور من ذهب ويعطيهم خير من الله. زين، أكبر منها حسب الآية، شو تقول الآية؟ أكبر من جنة عدن ورضوان من الله أكبر، يعني درجة الرضوان أكبر. هاي درجة الرضوان لمن يصير؟ للدرجات اللي أعلى من المؤمنين. ياخذ درجات أعلى من المؤمنين، هسه نتطرق لها. زين، صارت درجة المؤمنين أعلى من درجة المؤمنين، قلنا شنو مولانا؟ أولو الألباب، أولو الألباب 11 صفة عندهم، شنو ثوابهم وأجرهم؟ ذكرنا الثواب والأجر لأولي الألباب، وانطينا الآيات أمس بشكل مفصل في سورة الرعد وفي سورة آل عمران. زين حبيبي، أعطينا صفات أولي الألباب، بعدين وصلوا أولو الألباب، أنتم قلتوا لي أولو الألباب الأئمة الأطهار، أنا ما قلت، أنتم قلتوا، زين ولا؟ قلتوا أولو الألباب ياهم الأئمة الأطهار، أو طلعوا أولو الألباب مو الأئمة سلام الله عليهم، لأن هم أولو الألباب شو يقولون؟ يقولون فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، والأئمة ذنوب ما عندهم، وكفر عنا سيئاتنا، وأهل البيت سيئات
ما عندهم بعد شي يقولون أولي الألباب. وتوفنا مع الأبرار. إذا طلعوا الأبرار أعلى درجة منين؟ من أولي الألباب. ذكول المؤمنون 40 درجة، أنطي أولي الألباب 10 درجات أنزل، لأن قلت لك كل ما الإيمان يزود الناس تقل. ها كل ما الإيمان يزود الإيمان الناس تقل، لأن قليل من عباد الشكور. إذا كان المؤمنون 40 درجة، أنطي أولي الألباب إيش قد؟ 30. إيش قد ظل إلى الوصول إلى الله؟ 30، لأن 40 و30 70، ظل 30. قلنا الأبرار، الأبرار ياهم بالقرآن، دورنا بالأبرار في سورة الإنسان، صح ولا لا؟ ياهم الأبرار في سورة الإنسان، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس، كأس من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. زين بعد، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هاي الآيات نازلة في من؟ في الأئمة الأطهار، صح ولا لا؟ سامعين من الخطباء، من رواد المنبر، من آبائنا، من أمهاتنا، من أجدادنا، أن يطعمون الطعام نزلت بمن؟ في آل البيت. زين، طلعوا الأبرار أعلى درجة من أولي الألباب. الأبرار ياهم أحكي، لا لا تخافون. زين، مولانا الأبرار قلتوا أهل البيت. زين، هي يطعمون الطعام، يطعمون الطعام على حبه، ياهو أطعم الطعام على حبه مسكينا، ياهو وأهل البيت سلام الله عليهم. زين، الأبرار قاعد يقول هذولي أبرار. زين، الأبرار ياهم أهل البيت. أنت تقول هذا برقبتي وأنا جاوبك، ما عليك، أنا راح أكمل لك. الأبرار قلتوا الأئمة سلام الله عليهم. أكو أحد أكبر من الأئمة؟ بعد ماكو. إذن ماكو مقام أعلى من الأبرار كون يصير، صح ولا لا؟ بس أنتم خطيتوا خطأ. شنو الخطأ؟ المؤمنون إيش قد؟ كم درجة؟ نقص 10 أيام صاروا أولي الألباب 30. زين، المقام اللي بعده كون شي يصير؟ يصير أقل، هو ظل 30. إذا قلت الأبرار 30 صاروا هم أولي الألباب شنو؟ نفس الشيء. فتكون تفكر أكو مقام أعلى منين؟ من الأبرار. ياهم نقرأ أنا وياك في سورتي، في سورة المطففين، في سورة المطففين آية 18. أسمع، بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. قاعد أتكلم عن من؟ عن الأبرار. عندهم كتاب، أعمالهم مكتوبة في كتاب، هذا الكتاب شنو اسمه؟ عليين. زين، إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. زين، كتاب مرقوم، يعني شنو؟ مكتوب، كتاب مرقوم، يا وعلم لعدهم، يشهده المقربون، يشهده يعني الشهود على أعمال الأبرار ياهم المقربون. إذن طلع المقربون شنو؟ أعلى درجة منين؟ من الأبرار. المقربون أعلى درجة وبكثير أعلى درجة. شلون مولانا؟ شوف الأبرار شو يقول، يقول إن الأبرار يشربون من كأس، كأس الله شو يعطيهم؟ يعطيهم غلاس كاس. المقربون الله شطيهم. شوف اسمع، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول ومزاج عن المقربين، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. الجلاس وين والعين وين؟ الأبرار شطيهم جلاس كاس، المقربون شطيهم يطيهم عين. هواي فرق ترى، كلش فرق زايد. أعطيك بعد وحدة، يتكلم عن الأبرار شو يقول؟ يقول في جنات، يقول في جنات أدخلهم جنة. لما يوصل للمقربين شو يقول في سورة الواقعة؟ يقول فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. يعني شنو؟ يعني مو أدخل الجنة، هو جنة وجنة نعيم. ما قال في جنة نعيم، قال وجنة نعيم. يعني المقربون هم شنو؟ هو شوفته جنة، هو تقعد يمه جنة، ما يحتاج جنة. واضح مولانا؟ انتبهتوا لو ما انتبهتوا؟ شوفوا الفرق ايش قد صار. الفرق هذا يعطيهم كاس الأبرار، هذول ايش يعطيهم؟ عين. الثاني هذول يدخلهم في الجنة، الأبرار يدخلهم وين؟ في الجنة. المقربون هم شنو؟ هم جنة.
هم جن. يعني انت شوف هسه الان، الان واحد تقول انت لك درجه، اسمع 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 اسمع، واحد قل له انت لك درجه، وواحد قل له انت درجه، هو درجه. شوف الايه هم تقول بهذا المعنى مولانا، اسمع اذا اطيح بالايه، بسم الله الرحمن الرحيم، مجموعه الدرجات، لهم درجات، لهم درجات، لمن؟ للمؤمنين، لهم درجات. المؤمنون شنو لهم؟ درجة. يوصل إلى المقربين، شو يقول؟ يقول هم درجات عند الله. سورة آل عمران آية 163، إيش قد فرق؟ وايد فرق. هذول يعطيهم الأبرار كاس، هذول إيش يعطيهم؟ عين. هذول مولانا العزيز يدخلهم في الجنة، هذول هم جنة. هذول لهم درجات، إلى درجة، هذا هو درجة، هو درجة. زين، إذا وصلت لعلي بن أبي طالب وين وصلت؟ للإيمان، لأن علي هو الإيمان، مو علي درجة من الإيمان، الإمام علي مو درجة من الإيمان، علي شنو؟ هو إيمان ما يحتاج. يقول فلان وصل إلى درجة من الإسلام، لا، علي هو الإسلام. وصل إلى القرآن، علي هو القرآن، خلاص واضح مولانا؟ إذا ايش قد فرق بين الأبرار وبين المقربين؟ هو أي فرق. زين، شنو ثواب المقربين؟ على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون. هاي ثواب من؟ المقربين. بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. هذا الخمر اللي يشربونه بالجنة لا يكض الصداع، وجع راس ما يكض، ولا ينزف. ينزف يعني عقله ما ينزف، ما يفقد عقله، مو مثل خمر الدنيا. وفاكهة مما يتخيرون. شو تريد؟ اكو شجرة في الجنة اسمها شجرة طوبة، بها اغصان، كل بيت من بيوت الجنة الى غصن بها، يدخل من باب ويخرج من باب. هذا الغصن يقول رسول الله فيها ما تشتغل الانفس وتلذ الاعين من الفواكه، كل شيء بها. زين، واحد سأل قال له يا رسول الله اين اصلها؟ كل شجرة وإلى شنو؟ لها اصل. قال له اين اصلها؟ قال له اصلها في دار علي وفاطمة. زين، هسه جماعة يعترضون عليه، قالوا لا، عندنا رواية، عندنا رواية ثانية. واحد سأل النبي قال له أين أصل شجرة طوبة؟ قال له في داري، في داري، في داري. زين، اعترض واحد قال له يا رسول الله قبل فترة قلت في داري علي وفاطمة أصلها، وهسه ايش قلت؟ في داري. عود راد يعترض على النبي، قال له أما تعلم أن داري ودار علي واحدة؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد. زين، بعد ايش يعطيهم الله؟ وفاكهة مما يتخيرون، بعد ولحم طير مما يشتهون. زين، هاي الدلالة، أول ما أكل الفواكه أنه بأكل اللحم، مو تاكل اللحم تاكل الفواكه بعد. ها، القرآن قدم الفاكهة على من؟ على اللحم، لأن اللحم الطحن المعدة لكم ساعة تقريبا، ساعتين ثلاث أكثر، بس الفاكهة الطحنة خلال نص ساعة، واضح مولانا؟ فإذا أكل المولانا اللحم النوب كله فاكهة، مو هي تطحن بالترتيب، ما تخلط ما تشبش، واضح مولانا؟ بالترتيب، إذا لحم فوقه فاكهة لما ينطحن ثلاث ساعات هذا يخيس الفوقه، واضح مولانا؟ يسبب أمراض، يسبب رائحة بالفم، واضح حبيبي؟ ولهذا أول ما تاكل فاكهة الطحنة المعدة تهيئة للطعام أنه بيأكل لحم. القرآن ما يقول ولحم يطير، أنه بيقول وفاكهة. شو يقول؟ يقول أولا وفاكهة مما يتخيرون، من بعد الفاكهة شنو؟ ولحم يطير، لأن الفاكهة تنطحن بسرعة خاطر يوصل للحم. زين، بعد وحور عين، بعد كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون. زين، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلام. هذا ثواب المقربين. هسه عرفنا المقربون ياهم وشنو ثوابهم برأيك؟ ياهم المقربون، دير بالك، لا دير بالك، ياهم أهل البيت. ثلاث مرات خطيتوا أنتم، ترى هاي المرة بالله. من هم المقربون؟ أنا أجاوبك، لا تجاوب، الجواب عندي من الآيات. ظلنا نجد مولانا، اسمع، أطينا مولانا 40 للمؤمنين، أطينا 30 لأولي الألباب 70، أطينا 20 للأبرار 90، ايش قد ظلنا؟ 10 لمن؟ للمقربين. هذول المقربون هم 10 درجات، 1 2 3 10.
إذن أكو بيهم مجموعة من المقربين، بس هذول المقربين هم مو مقام واحد، شنو هم؟ مقامات. يا هم المقربون، المقربون وحدة وحدة، المقربون الأنبياء ومحمد وآل محمد. الله صلى الله عليه وسلم. محمد. عندك دليل من القرآن؟ عندي خير من الله مولانا، اللي المقربين آل البيت سلام الله عليهم والأنبياء، بس الأنبياء من بين العشرة أنزل من الأئمة، الأئمة في أقصى درجة المقربين الأنبياء أنزل منهم. شنو الدليل؟ الدليل بسم الله الرحمن الرحيم، سورة آل عمران آية 45. أنت شاطر، إحنا خلصنا من ذكول الجماعة، هسه وين وصلنا؟ للمقربين. زين، إيش قالت الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. عيسى نبي لهم نبي من أنبياء أولي العزم، زين، وجيها في الدنيا والآخرة، بعد ومن المقربين. ومن طلع عيسى منين؟ جزء العشر، هذولي عشر درجات من المقربين. زين، هذول المقربون عيسى منهم، زين، عيسى منهم. روايات متفق سنة مع شيعة، عندي أصغرها لك مولانا، عيسى ما يتلو عدل، حي عدل، ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. عندنا ثلاث أنبياء أحياء، واحد بالقاع واثنين في السماء، الأول عيسى، الثاني ورفعناه مكانا عليا ياهو إدريس، الثالث ياهو الخضر عليه السلام. هذول ثلاثة يظهروا عند ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فإذا ظهر الإمام صلوا على محمد وآل محمد. إذا ظهر الإمام سلام الله عليه يطلع يخرج من مكة المكرمة إلى المدينة، ومن المدينة يطلع إلى كربلاء، من كربلاء إلى أن يوصل إلى بيت المقدس. إذا وصل إلى بيت المقدس مولانا وإلى أراضي الشام بشكل عام يصلي صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر ينزل عيسى بن مريم من السماء. هذه رواية بس ما أبي أقرأها لك بالتفصيل، أعطيك المصدر مالها. زين، ينزل من السماء، شي يقول؟ يقول وعليه، يعني على عيسى، وعليه ريطتان، الريطة يعني الملاءة، الملفة، ملاءة كساء اثنين، وحدة منا وحدة منا، ريطتان. زين، مؤتزر بأحدهما مرتد بالأخرى، مرتد يعني إذا أكب رأسه، إذا ينزل رأسه هيك، زين، يقطر منه ماء من رأسه كالجمان، الجمان يعني اللؤلؤ البيضاء، اللؤلؤ البيضاء. إيش قد كريم هذا النبي، إذا نزل هو نازل من السماء، حتى أن الرواية تقول، تقول واضع يديه على منكب ملكين، لا فروحة بريطتين، ومخلي إيده على منكب ملكين. هل قد جميل أو هل قد مهيب هذا النبي العظيم، إذا نزل رأسه، إذا قطرت قطرة ماء من رأسه أو وجهه السير شنو؟ لؤلؤ أبيض كاللؤلؤ البيضاء. زين، فيأتيه اليهود يقولوا له أن نحن أصحابك، يقولهم كذبتم. ثم يأتيه النصارى المسيح يقولوا له نحن أصحابك، يقولهم كذبتم. ليش كذبتم؟ لأن هؤلاء حرفوا دين المسيح، صح ولا لا؟ فمن أصحابك يا نبي الله؟ قال أصحابي أصحاب محمد. أسمع، يصير وقت الصلاة ينزل عند الإمام سلام الله عليه، فشي يقول؟ يقول فيتأخر للمسيح حين يراه الإمام المهدي، من باب الأدب يتأخر لمن؟ للمسيح. يقول له تقدم يا مسيح الله صلي بنا. فشي يقول له؟ يقول له بل أنت صلي بنا يا ابن رسول الله، أنت الإمام وأنا المأموم. اللهم صل على محمد وآله. اسمع هذه تكملة عيوني كلش مهمة، قال تكملته شي يقول له؟ يقول له فقد عيسى يقول من؟ يقول للإمام، يقول له فقد رضي الله عنك فإنما بعثت وزيرا ولم أبعث أميرا. أنا وزير مو أمير، يعني ياهو الأمير أنت وأنا شنو؟ الوزير. إذا كان عيسى من المقربين، خلطك المصدر، المصدر في كتاب الفتن مجلد الثاني صفحة 567، صحيح مسلم مجلد الثامن صفحة 198، سنن ابن ماجه مجلد الثاني صفحة 1357، سنن الترمذي مجلد الرابع صفحة 512، المعجم الكبير مجلد الأول صفحة 217، كنز العمال مجلد 14 صفحة 307
30، هذه كلها يذكرون الرواية على أن عيسى يصلي خلف الإمام. القرآن يقول عيسى من المقربين، إذا كان عيسى من المقربين ويبعث وزير والإمام المهدي أمير، زين، فإذا عيسى من المقربين بالدرجة الدانية والإمام المهدي في الدرجة العالية. هاي واحدة بعد ما مخلص، أعطيك بعد واحدة مولانا. ترجع إلى سورة الواقعة، اسمع هذه مولانا مهمة. سورة الواقعة مولاي شي يقول القرآن عنهم؟ عن عيسى ايش قال؟ قال يشهده العفو، قال ومن المقربين. عيسى من المقربين، زين. هسه نروح إلى سورة الواقعة المتفق عليها، اسمع مولانا شي يقول عنهم. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بس كون أطيح بيها الله يرضى عليكم، اي هاي بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع، وكنتم أزواجا ثلاثة. تفضلوا جدا يا أخواني، افتحوا المجال للشباب جزاكم الله خير، أكو مجال أكو مجال شوية، افتحوا المجال. رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. افتحوا المجال جزاكم الله خير، أكو مكان لنا شوية، كأنهم بنيان مرصوص بعد، جزاكم الله خير، أحسنتم ولي. صلوا الثانية. الثالثة بأعلى الأصوات. اسمع حبيبي الآن، اسمع مولانا، قال عن عيسى من المقربين، من المقربين. هسه نروح إلى سورة الواقعة، أثبتنا على أن الإمام المهدي أفضل من عيسى، لأن الإمام إمام وعيسى مأموم، الإمام أمير وعيسى وزير، صح لو لا؟ خذيتوا الكلام ولا ما خذيتوا أنتم؟ هذا ثبتنا على أن الإمام المهدي أفضل، بس عندنا واحد بعد من القرآن، وين؟ سورة الواقعة آية السابعة، اسمع، بسم الله الرحمن الرحيم، وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. زين، هذول أصحاب الميمنة ياهم أولو الألباب المؤمنون الأبرار، أصحاب الميمنة هذولي، زين، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، هذول أهل النار بعد. زين بعد، والسابقون ليش وحدة وحدة، ليش قال لك مرتين السابقون؟ هو مرة يقول السابقون، كون يقول مرة سابقون، كم مرة قالها؟ مرتين. إذا واحد بعيد تقول هناك، إذا بعيد هناك هناك، ولا مرة تريد تراوع على أنه شنو؟ بعيد. إيش قال؟ ما قال السابقون، إيش قال؟ قال السابقون السابقون، يعني ما حد يوصل لهم، يعني مقامهم عالي لدرجة لا يصل إليهم أحد، ما قالها مرة، إيش قالها؟ مرتين. ما قال السابقون، قال السابقون السابقون، يعني ايش قد مقامهم عظيم، مقامهم جدا عظيم، هذول هم السابقون السابقون، قال اولئك المقربون. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تعرف شنو الفرق؟ اولئك اشاره للبعيد، الاشاره للبعيد دلاله على التعظيم، واضح مولانا؟ تقرأ بالقرآن، قاعد أعطيك دليل، ترى آية 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 واحدة واحدة، تقرأ بالقرآن سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، هذا الكتاب المبين، وذلك إيش قال؟ ذلك إشارة بعيدة لو قريبة؟ بعيدة، ما قال هذا، إيش قال؟ ذلك، ليش؟ هو يقول هذا الكتاب، ها؟ يقول قال لا ذلك، ليش؟ دلالة على أن القرآن لعظيم، لعظيم جدا عظيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما قال هذا، ذلك من باب التعظيم. إذن هؤلاء ياهم السابقون السابقون، عيسى سابقون، عيسى سابقون، لأن قال من المقربين، بس هذول المقربين في سورة الواقعة السابقون مرتين أعلى من عيسى، بعدين أولئك المقربون ياهم السابقون السابقون. أقرأ لك رواية مولانا، الرواية، نعم أقرأ لك رواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يقول أصحاب اليمين قال هم شيعتنا، أصحاب اليمين شيعتنا بعد، وعن علي عليه السلام إني أسبق السابقين إلى الله وإلى رسوله وأقرب المقربين إلى الله وإلى رسوله. والرواية شو تقول؟ أولئك المقربون، يقصد عليا وآل علي عليهم السلام جميعا. زين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. إذن إيش طلع مولانا؟
طلعوا المقربون درجات، من الدرجات الدانية الأنبياء، وقلنا عيسى من المقربين، أعلى من عيسى الإمام المهدي، وذكرنا الدليل وذكرنا المصادر وذكرنا الرواية، وقلنا يصلي وراء الإمام ويصير وزير، والإمام إمام وأمير. ها وطينا آية سورة الواقعة لاتفاق العلماء على أن السابقون أولئك المقربون، علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه من المقربين، وأهل بيت علي بن أبي طالب سلام الله عليه. زين تعال أعطيك بعد واحدة قبل لا أعطيك. واحد منكم يسألني يقول لي مولانا الآن طلعوا الأبرار مو آل البيت ويطعمون الطعام، نزلت في آل البيت صح ولا لا؟ شو نقول؟ أنا ما قلت مو آل البيت. لا شوفوا مولانا العزيز، الآن واحد ما أدري شو أوصف، أنا مناطق الكويت كلها ما عندها ليه. زين واحد نفرض يعيش في الشرق الأوسط، الشرق الأوسط المؤمنون، وين يعيش؟ بالكويت. ياهم درجة أعلى أولو الألباب، بعدين زغرها بنيد القار، شو يصيرون؟ الأبرار مثلا، الأبرار ساكن الحسينية مقربون، شرق الأوسط المؤمنون دائرة كبيرة، أصغر من عدها الكويت، شنو مولانا؟ أولو الألباب، كل أولو الألباب من المؤمنين صح ولا لا؟ كل واحد يصير بالكويت منين؟ بالشرق الأوسط بعد، كل واحد من أولي الألباب يكون من المؤمنين، وليس كل واحد من المؤمنين يصير من أولي الألباب. واضح شنو صار؟ زين إذن لين مقام أضيق منهم، أضيق ياهم الأبرار، ياهم قول مثلا نفرض بنيد القار، كل من في بنيد القار بالكويت وبالشرق الأوسط، لكن ليس كل من كان في الشرق الأوسط أو كان بالكويت هو بنيد القار، يمكن غير مكان، يمكن ببيان. والعمولانة دائرة تصير أضيق الحسينية. زين وهم المقربون، هاي المقربون مولانا مو كل من اللي مولاي العزيز ابن يد القار بالحسينية، لكن كل من بالحسينية هو وين؟ بالمنطقة. واضح مولانا؟ فشي يصير هاي الدائرة كبيرة، أهل البيت وين صايرين؟ المقربون في وسط الدائرة، في أصغر دائرة. فإذا قلت المؤمنون قمة المؤمنين آل البيت، إذا قلت أولي الألباب قمة أولي الألباب آل البيت، إذا قلت الأبرار قمة الأبرار أهل البيت، وإذا قلت المقربون فهم محمد وآل محمد. واضح حبيبي شنو صار؟ فشو نقول؟ نقول إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، لما يوصل ويطعمون الطعام. نعم تسمية الأبرار عليهم، تسمية الأبرار عليهم. ويقول الإمام الحسن سلام الله عليه، يقول في أي كلمة في أي آية من القرآن إن سمعتم الأبرار فنحن أولها وآخرها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإن طلعوا مقامات شاملة هذه وقوية. زين شلون هذه الدرجات العلا؟ وأكو شهداء، أكو شهداء من المؤمنين، وأكو شهداء من أولي الألباب صح، وأكو شهداء من الأبرار صح، ولكن لعمي العباس درجة يغبطه جميع الشهداء يوم القيامة، يغبطه جميع الشهداء. عجيب لما الإمام السجاد يقول يغبطه جميع الشهداء، شو ما هو مقامك يا أبا الفضل؟ أي مقام لك يا ابن أم البنين، يا ابن أمير المؤمنين، يا باب الحوائج؟ أي هاليوم ما أدري شو نقرأ المصيبة، مصيبة أبو فاضل، أعطوني قوة وحيل نقراها إن شاء الله. وهنياله اللي يبكي الدموع هالليل أخواني، هنياله سجل اسمك هالليلة، كتر نفسك عن الدنيا، خليك هنا بهالحسينية، الزهراء إن شاء الله حاضرة وأهل البيت حضور، هو باب الحوائج ويقضي لك حاجتك إن شاء الله ويشفي المرضى إن شاء الله. فكتر الدنيا، خليك بكل وجودك بكل قلبك، أنت لست في الحسينية الآن، أنت صور نفسك الآن عند تلك القبة الطاهرة، عند ذلك الضريح الذي مهبط الأملاك
مولانا شوية سمع عن طيخو صوت، شوية طيخو صوت اللي هي مهبط الأملاك. مولانا شنو هذا المقام الشامخ؟ شنو هذا الإيثار وهذا الفداء يا أبا الفضل؟ يقول له: أتعجب من رجل يقبل يده ثلاث من الأئمة المعصومين؟ أتعجب من مقام رجل ثلاث من الأئمة يبوسون إيده، يقبلون إيده، يسأل أحدهم، يسأل أحد العلماء، يقول له: أنا أعجب من مقام أبي الفضل. يقول له: أتعجب من مقام رجل يقبل يده ثلاثة أئمة؟ أمير المؤمنين علي، الله يقبل إيده عند الولادة، بعد ياهم الحسين يقبل يده لما قطعتا، والإمام السجاد يقبل يده، بنو أسد يقولون انحنى على يدين كفين وقبلهما. ليش؟ لأن هذا أنت كبش كتيبتي أخي عباس. يجي له أخي أبا عبد الله أخصني للبراز، يقول له: أنت كبش كتيبتي، فإذا ذهبت يتشتت عسكري أخي عباس. يقول: بينما هو يكلم الحسين وإذ يسمع الأطفال ينادون: العطش العطش. قل له: إذن أطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء. يصعد على ظهره، على ظهر الجواد المطهم العالي، وينزل أبو الفضل العباس، ينزل على المشرعة 4000 فارس يفرقهم عن المشرعة، وينزل للماء والماء بارد. شوف الوفاء، شوف الوفاء إخواني، الماء بارد. تدرون 3 أيام وعلى رواية 7 أيام ما شارب ماء، يخلي إيده بالماء والماء بارد، يشرب لو ما يشرب، ها، غرف غرفة بيمينه وراد يشرب، وقلبه من العطش نيران يلهب: خويا ذكار شبدت عضية إيده والدمع صاب. واويلا، بالعافية عليك مولاي، هاي بداية المصيبة هاي. صاب ذبوا علي، قال الماء يحرم، يحاج الماء قام وتهل عينه: يا ماء العذب ليش قطعت بينا؟ لو انك من بعد لوعة سكينة تمور من جميع الأرض تعدم. عظم الله لكم الأجر، ألقى الماء على الماء وهو يقول: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا الحسين وارد المنوني، وتشربين بارد المعين. ملأ الغربة ماء صعد على ظهر جواد، كل همه أن يوصل الماء إلى الأطفال. بينما هو كذلك إذ احتوشوه من كل جانب ومكان، وجاءته السهام كرشق المطر: أين المنادي وعباسا؟ ساعدني ساعدني. أيوة سيدا وأخا، احتوشوه من كل جانب ومكان، وهو يضرب في وجوه الأعداء يمينا وشمالا، إذ كمنا له حكيم ابن الطفيل من وراء نخلة، هز سيفه فضرب العباس على يمينه: أين المنادي وعباسا؟ أيوة سيداه ومظلوما. أخذ السيف بشماله وهو يرتجز ويقول: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقيني، نجل النبي الطاهر الأمين. أخذ السيف، أخذ السيف بشماله يضرب الأعداء يمينا وشمالا، كمنا له لعين آخر من وراء نخلة. عظم الله لكم الأجر، ضرب العباس على شماله. لا تخجل لا تخجل، إذا عندك حاجة وياي وعباسا. ليلة أبو فاضل، ليلة السابع مولاي، وهذا صوتك يكون يصير أعلى وياي يا زهرة.
المواساة للزهرة، للزهرة هي تسمع إن شاء الله. الله أكبر. أخذ الغربة بأسنان، خذ الغربة بالأسنان، ريد يوصل الماي إلى الأطفال، لكن جاءته السهام كرشق المطر، سهم سقط في صدر أبي الفاضل، وسهم أصاب الغربة فأريق ماؤها، بينما هو متحير لا ماء لا يدين، إلى أين يتوجه أبو الفاضل، وإذا بسهم وقع في عين أبي الفاضل. أويلي أويلي يا أبا الفاضل يا عباس. احتار أبو الفاضل إلى أين يذهب إلى الخيمة بلا ماء، يرجع إلى الشريعة بلا كفين. عظم الله لكم الأجر. بينما هو متحير إذ شد عليه لعين بعمود من حديد، فضرب العباس على هامته. أيوة عباس وسيدا ومظلوما، وجسمه كالقنفذ من كثرة السهام والنبال، سقط من على ظهر جواد. أخواني من عادة الفارس يسقط من الجواد، يتلقى الأرض بشفية بيدية، لكن إيدين ما عنده مولانا، سقط على الأرض، سارت السهام بينه وبين جسد أبي الفاضل، فدخلت السنام في جسد الما باتش هنا يبكي. أنا أدريها. سقط العباس حسر في قلب أبي الفضل، وإذا بصوت السلام عليك أخي يا أبا عبد خويا، تعلم من الخيم للعلقم وحسين، يصيح بصوت يعضيد وقعت وين يا خويا، بعد ما اشوف دربي اضوى العين. جاءه الحسين كالصقر المنقض، وصل الى ابي الفاضل، راى عين فيها سهم والعين الثانية جمد عليها الدم، أخذ رأس أبي الفاضل، ظن العباس أن عدوا يريد أن يحز نحره، قال يا غاذا لا تحز نحري حتى يأتي ابن والدي، أشمه ويشمني، أودعه ويودعني. انكسر قلب الحسين، يا عباي يا ياس أنا حسي يا يمك أخويا، واختلاط دمعي بفي دمك أخويا، يوين وانا ويوين حسي وانات، وكل طبرة بقلب حسين طبرات، وضع خده على خد أبي الفاضل، واضعا يده على ظهره، أراد حمله إلى المخيم، امتنع أبو الفاضل. لماذا يا عباس؟ قل له يا خويا حسين خيليني بمشى، يقل لي يا ايش يا زهرة الزمان، اقولها لو لا، يقل وعدي سكنت بما يوم استحي منها وما قدر. عظم الله لكم الاجر. بينما رأس أبي الفاضل في حجر الحسين، صوتك وياي، إذ شهق شهق وفاضت روحه الطاهر، أين المنادي وعباس؟ أعلى يا زهرة آخر تسمع الأصوات، وعباس. قام الحسين، الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي، خويا انكسر ظهري ولا أقدر أقوم، أوصرت مركز يا خويا الكل الهموم. قام الحسين وصل إلى الخيمة،
زينب واقفة بباب خيمتها تنظر إلى الحسين، لا عباس لا كفيل لا أخو، أخي حسين أين ابن والدي؟ يا زينب راح أخونا، يا زينب راح أخونا، أخونا راح البيه ريحة أبوه، يا زينب راح العضيد اللي يرفع الرأس. أرادت الخروج زينب، وين طالعة زينب وأنا موجود؟ راكضة زينب وين رايحة بالله؟ وين أقولها لو لا قلبك حاضر إلى أين زينب؟ صاحت أنا ماشي، أنا ماشي العباس أشوفه، ما مصدقة ما مصدقها، أنا ماشي العباس أشوفه، صدق على المشرع طاح الجفوف. قلها يا زينب لا تروحين، الحسين الحسين أبيات الدعاء، قلها يا زينب لا تروحين، شنت وياه والسامات الحنين، خويا قبل ما مات وصاني بوصيتين. شنو الوصيتين ها؟ قل لي يا خويا حسين، هذا البيت يكسر القلب ها، يا خويا حسين سلمني على اختنا، سلمني على زينب ها، اخر سلامها يا اخوي، يا خويا حسين سلمني على اختنا وقلها لمنية فارقتنا، اخويا وقل سكنة لتتنا لتتنا، وانا غيغا تجيب الهمي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، شافي وعافي كل مريض يا الله، اقضي حوائج المحتاجين بباب الحوائج أبي الفضل العباس يا الله، عجل في فرج المولى صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأشياعه واللائذين تحت لوائه، وإلى شرف النبي والأئمة الطاهرين أمواتنا أمواتكم. الفاتحة مع الصلوات. لم ترضيه الأرض البسيطة منزلاً